يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأعمال والذنوب مضاعفة في الأشهر الحرم؟ نعم، هل الأعمال والذنوب تكون مضاعفة في الأشهر الحرم؟ لا يكون مضاعفا إلا ما ورد الدليل أنه مضاعف، وأما الذنوب فهي لا تضاعف، إنما تغلظ في الحرم، تغلظ في الحرم، وهي ذنب واحد لكن يغلظ والعياذ بالله. فالمعصية في الحرم أغلظ من المعصية خارج الحرم. نعم.